في تاريخ الأندية المغربية تمت العديد من المدربين الجزائريين الذين دربوا هنا في المغرب وحققوا جزءا من النجاح وتركوا أثرا طيبا سواء بالملعب أو خارجه. منذ الزمن الجميل لمحي الدين خالف ورابح سعدان لم يستطع أي مدرب جزائري آخر أن يترك بصمته ويتحول إلى جزء من مشهد التدريب في المغرب ومشهد التعايش، إلى أن جاء عبد الحق بن شيخة قبل ما يقارب 10 سنوات، حيث تعاقد مع الدفاع الجديد وقاده للتتويج بأول لقب في تاريخه. وزوي العربي لو سجل اللقب سيكون لفرسان دوكال لمدينة الجديدة. زويل العربي خالد العسكري، زويل العربي في تسديد واللقب للجديد، ألف مبروك. قادت سفينة التدريب بن شيخة إلى الرجاء وطنجة وتطوان ووجدة قبل أن يعود مرة أخرى إلى حيث كانت البداية بمدينة الجديدة. خلف صورة المدرب الشغوف بمهنته والساعي إلى تحقيق الأفضل، ثمة صورة لمدرب جاء من الجزائر ولكنه لم يشعر يوما كما يقول بالاغتراب، فحيث ما حل يجد الترحاب ويجد الدفء الإنساني. وفي وقت دخلت العلاقات المغربية الجزائرية نفقا مظلما لا تظهر فيه أي نقطة ضوء، فإن بن شيخة سيحكي لكم في هذا الحوار عن كيف جاء إلى المغرب متحفظا ومتهيبا ترافقه دهشة البداية، قبل أن يكتشف مغربا جميلا وتعاملا راقيا على حد قوله، بل إنه يقول إنه لم يسبق لأي أحد أن قال أي كلمة سوء في حقه، رغم أن ملاعب الكرة تتواجد فيها كل الطبقات الاجتماعية. الحدود بالنسبة لبن شيخة حدود وهمية وضعها الاستعمار، والمغرب والجزائر بالنسبة له شعب واحد، وعندما تقول الشعوب كلمتها على حد قوله فيجب الإنصات لها. سيتحدث بن شيخة أيضا عن حياة المدرب الصعبة وعن حالته النفسية وعن الأدوية التي صارت لا تفارقه وعن كيف قضى 81 يوما بمنزله بوجدة زمن كورونا دون أن تطأ قدماه خارجه، وعن كيف يتعامل مع الهزيمة وعن ما تعلمه من التدريب وعن الوجه الآخر لمهنة قد ترفعك عاليا لكنها في الوقت نفسه قد ترمي بك إلى السفح. المغرب عندي مصداقية عند المغاربة، وهذا الشيء يشرفني بزاف. ما ندمتش على القرار اللي خديته باش نجي نخدم في المغرب. لحقت في الجمعة، صلاة الجمعة، والله العظيم غير الناس يضربوا عليا شكون يديني ناكل كسكسو عنده. ربي يهدي القلوب، هذا ما كان. انا نقول لك الحق، انا 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 جزائري ومن المغرب العربي، كله خط احمر ليا. شوف، انا السياسة والدين صعب عليا، أصعب حاجة لي هي السياسة والدين. الدين نفهم في الأركان الخمس اللي قريناهم في السنوات الأولى، هذوك نفهم فيهم نتبع فيهم. السياسة والله ما نعرفها كيفاش داخلة كيفاش هاد. الناس تقول هادو المدربين راهم يربحوا الفلوس، وأنا نشريهم دوارة. أنا ما عنديش أسبوع مشيت لاطونسيون، لاطونسيون طالعة، مشيت عملت على إيزون سوسبكتي لي فان كورونير هادوك مغلوب مسدودين. نهار ولادي يسالوا قرايه ديالهم، والله ما تزيدوا تشوفوني في السطاط، والله ما نزيد ندخل السطاط. والله دابا اصعب حاجه كيدير الحكم هكذا، يعيط للفار، تم تبدا تولد يبدا. الشيخ مرحبا بك معنا. سلام، مرحبا سي جمال. هذه 10 سنين تقريبا باش عبد الحق الشيخ يعني جا للمغرب. لو رجعتي بالذاكره ديالك للوراء، واش كنتي كتوقع تقضي كل هاد السنوات يعني في المغرب؟ لا، لان المهنه تاعي اللي طريف راجل، وتكون يعني يكونوا دي ريزلت نيجاتيف، يكونوا كذا، توقع باش تخرج. لكن الحمد لله كانت في المغرب عندي مصداقيه عند المغاربه، وهذا الشيء شرفني بزاف. الحمد لله من قبل ما نكمل من ايكيب كاين 3-4 يحوسوا عليا كل عام، وحتى لي زيكيب الكبار يعني. الحمد لله انا فرحان، ما ندمتش على القرار اللي خديته باش نجي نخدم في المغرب، لان مع الاول ما كنتش نعرف المغرب، كنتش نعرف كيفاش اولا كنت نجي نلعبوا دو ماتش دو جور ونمشي،
لكن ما نعرفش كيفاش مغاربه كيفاش راح يرياجيو معايا. نهار جيت نخدم كني كنخسر واش يقولوا عليا، كي نربح واش يقولوا عليا. فوالا كنت متحفظ، لكن كنت غلط في حسابي، ما لقيت الا قله الاحترام والا المعزه، وزادت مشات المحبه مع العمل ديالي. نخدم بفناء بقلب بكل شيء، يعني حتى يعني حاسبني شغل واحد مغربي. انا نفرح كي لعاب يقول المدرب الوطني عبد الحق بن شيخه، او نهار الاخ مندوزا قال لي عبد الحق بعت لنا صوره نديروا لك لا ديزيون ديالك. سما في فريمون فريمون بليزي. ماشي نقول هكذا باش يحبوني الناس، ولا المحبه تاع الناس راهي كبيره كبيره في المغرب. انا مرتاح الحق، يعني راني قريب في 10 سنين، داخل في 10 سنين والحمد لله، وما تبدل والو يعني بالنسبه ليا. بقات هذيك المعزه، بقى الدين، بقى الفكر، بقى التفكير، بقى الهزيمه هي والربح، كل حاجه بقات في كره القدم. زدت فوق من بعد كره القدم كاين محبه، وكاين محبه صادقه نحسها انا صادقه. كون جيت ما نحس صادقه والله ما قعد مال الدنيا. راه ساليت مشيت صافي، اللي موجاتني ايكيب والله انا مشيت من ايكيب، والله انا مشي ما نرجعش. لكن الحمد لله انا في نعمه وربي شاهد على ذلك. في هذه 10 سنوات سي عبد الحق، شنو اللي بقى راسخ في الذاكره ديالك وفي الذهن ديالك كتفكروا دائما؟ المعزه تاع الناس، المعزه تاع الناس في اي بلاص نمشي. يعني لحقت انا وقت اسم تزيري ما يقولوش، يخافوني نتحرج كذا، يقول سيدي عبد الحق، يعني الناس محترميني. سي امبورطون، راهو الاحترام سي امبورطون، هذه شهاده لله وربي ربي ربي شهد على ذلك. بقى لو ريسبي ميتوال بيني وبين الشعب المغربي، وما كانش فوقه. كلمه ريسبي راهي حاجه كبيره، كنت لاناليز ديالها تعطيك صدى واحد اخر، يعني تقدر تكتب كتابات عليها. لو ريسبي، احنا بوكو دو ريسبي من عندنا، حتى انا نحترم الناس. حتى انا شوف، انا نحاول كل مره باش نبين لو بون سيتويان الجيريان. هذا الفكر اللي عندي، سواء نخدم في تونس او نخدم في المغرب او في الخليج، ولا نحب نبين للناس هاو لو بون سيتويان الجيريان، بالرجوليه ديالو، بالشهامه ديالو، بالتسامح، بالمحبه، بالصدق، بالفناء في الخدمه. هذا هو الواجب ديالي اللي لازم نديرو. لكن التواجب مع المحيط هو اللي يخليك تقوى، تولي قوي ويخليك واحد من الناس. وليت دابا دوكا كيما نقولوا راني واحد من المغاربه. قلتي في البدايه انه قبل تجي كان عندك واحد النوع من التحفظ، واحد النوع من التهيؤ، لانك كتجي لي بلد كنت كتجي لي غير يعني عابر. نعم. ثم اليوم غتولي مقيم فيه ودائم العمل فيه، هذا التحفظ علاش كان في البدايه؟ كان تحفظ لاني ما نعرفش العادات، ما نعرفش التقاليد، ما عندي صحابي مغاربه، ما عنديش يعني ما نعرفش الناس مغاربه عاشرتهم، او ما نحبش نبريجوجي المغاربه. يعني ما نحبش ندير واسمه مسبقه كش يقولوا لها احكام مسبقه على المغاربه. قلت نمشي نعيش نكتشف الناس اللي نعيش معاهم، وما لقيت الا الموده والا المحبه. بصراحه انا نقول لك لحقت، انا بديت في جديده، اليوم رانا في جديده، وبجديده هي دخلتني للمغرب. لحقت في الجمعه، صلاه الجمعه، والله العظيم غير الناس يضربوا عليا، شكون يديني ناكل كسكسو عنده؟ والله اللي هو الله، يعني لا اله الا الله، هذه شهاده تاع صدق ما فيها والو. يضربوا عليا، شكون يقول له انا قتلوا هذه السيمانه اللي فاتوا، اخر يقول له انا قتلوا عندي شهر، والاخر يقول، يعني تخليك لحمك يقشعر بصراحه. شنو الاشياء فاش جيتي اول مره، شنو الاشياء اللي خلاتك بسرعه تلقيتي راسك مندمج، يعني كواحد من يعني المغاربه؟ اولا شوف، سي لو بلون سبورتيف، رياضيا كنت ربحت كاس العرش، يعني اول تروفي
تربحوا جديده بعد 57 سنه ولا سهل لي الدخول ديالي بصراحه، سهل لي الدخول ديالي. ومن بعد المصداقيه، اذا تكون مدرب ماكش ما عندكش مصداقيه وما تخدمش بجد وما تخدمش باسس علميه واسس رياضيه، باش من بعد بالوقت يعيقوا بك الناس كما تقولوا انتم، نهار يعيقوا بك الناس باش ما تزيدش تخدم. فوالا، هذه لا ديفيرونس. على المستوى الانساني، على المستوى العلاقات الاجتماعيه، شنو الحاجه اللي ما كتنساش لك يعني هنا سواء في جديده او في المغرب؟ انا جوزت في وجده، جوزت الكوفيد، جوزت الكونفينمون في وجده، كنت في وجده وحده في دار وحدي، في دار وحدي 81 يوم ما حطيتش رجلي برا، 81 شهر 81 يوم ما حطيتش رجلي برا. لكن كان جا شهر رمضان، واش نقول لك؟ اللي نقوله لك ما تصدقوش. قاموا بيا يعني لا فامي تاع اصحابي ولا فامي تاع خويا عبد اللطيف ويعني دي زامي، ما خلوني تخصني حتى حاجه، يحبوا يديوني وانا الكوفيد والدنيا، نقول لهم نقعد في الدار، تجي الماكله كل يوم، حتى لقيت روحي يعني فريجيدار معمر الدنيا، قلت لهم يا ولدي راه بزاف اللي ديروا فيه، ما خلونيش حتى سما توشي 81 يوم، راه سما فريمون توشي، وخلاتني يعني ما نقدر الا نحيي هاد الناس هذو اللي كانوا اللي وقفوا بيا في وجده، وحتى يعني في كافه المغرب وصي هنايا، ما كانش ستاد ندخل ليه واحد يقول لي كلمه زايده مثلا، وستادك تعرف شكون فيه، يقدر فيه يكون طبيب، يقدر يكون واحد ما عندوش مستوى، يقدر يكون واحد سكير، يقدر يكون واحد، كل واحد كيفاش. ما كانش النهار مشيت لعبت في سوس، لعبت في الشرق، لعبت في هنايا، هنايا لعبت، جيت خريبكا، جريت، ما كانش واحد قال لي يا عبد الحق او يا تزيري او يا 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 يا، ما كانش. الحمد لله، يعني هذه نعمه، هذه نعمه، رابح او خاسر هذه نعمه. هذا الشيء هذا ما هو الا حب يعبر عليه الانسان متبادل، وهذا الشيء كان. هذا الحب اللي كيحظى به عبد الحق بالشيخة يعني في المغرب، في مختلف الانديه اللي كيمر بها، عشنا جزء منه مع بدو الزاكي ملي مشى للجزائر مع شباب بلوزداني. اه باوي. شنو كيعني لك هذا الشيء انت كمدرب يعني كيدير جزائري ويدرب في المغرب، وملي كيشوف ايضا مدرب مغربي يدرب في الجزائر كيحظى بنفس الحب، فشنو كيمثل لك هذا الشيء؟ هذا شوف، يمثل الشعب، واش ماذا يريد الشعب؟ ماذا تريد الشعوب؟ انا بدو الزاكي، انا اللي ديته للجزائر، وبالعاني ديته للجزائر باش نحيدوا هذيك الافكار يعني، ودار دي ريزولتا تري بوزيتيف، وربح لا كوب، وخرج بالدموع، بالوزداد يبكوا هو يبكي، راحوا له المطار، خرجوا له يعني فريمون سي هذا الشيء اللي بغيته الشعوب. المغرب العربي اجمع، راه نقول لك حاجه، المغرب العربي ما فيهش جنسيه، التفريقه درتها اللي داروا، راهو باين شكون اللي دار التفريقه، درتها فرنسا من قبل الزمان، والحدود وما نعرف شنو ما نعرف شنو، لكن المغرب العربي هو مغربنا تاعنا، تو لو مغرب ديالنا يعني. اون فامي، المغرب العربي اون فامي، في عاداتنا، في تقاليدنا، في الامور الدينيه الدنيويه، في كل شيء بحال كل شيء، حتى في التنرفيز ديالنا، حتى في التنرفيز كيف يعني بحال. ربي يهدي القلوب، هذا ما كان. انا نقول لك الحق، انا 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 جزائري ومن المغرب العربي، كله خط احمر ليا، كي تزاير بلادي وربتني وزايدين والديا فيها وزايد فيها، كي تونس بلادي، كي المغرب بلادي، بصراحه خط احمر عليهم في ثلاثه. يعني نقول لك يعني جني با يعني مانيش مجبر باش نقول هذا الكلام، ولا مانيش مجبر باش واحد يسمع يقول تبارك الله عليه بن شيخه وقال الكلام، والله غير لوين دو لا. انا راني الحمد لله، وانا المهنه ديالي دائما الفاليزه خفيفه،
محطوط والله دائما لافاليز عند الباب، السلام عليكم السلام عليكم خلاص. لكن اذا نقول هذا الشيء نقوله بصدق، لاني عاشرت توانسة اكثر من قريب 10 سنين، وسي عاشرت المغرب راني قريب في 10 سنين، والجزائر ديالي عاشرتي الجزائر بلادي، وعشت وعاشرت الليبيين وسي في طرابلس اللي بحالنا، حتى هما همهم هم لكن مغرب عربي، يعني قوة إنسانية، قوة اقتصادية تقدر تكون، قوة إقليمية تقدر تكون، ربي كريم. واش تحب نقول لك في ظل هذا يعني هذا الكلام ديالك، وفي ظل بعض أجواء التوتر اللي كانت بها كاملين، شنو الرسالة ديالك للجميع؟ والله شوف أنا السياسة والدين صعب عليا، أصعب حاجة ليا هي السياسة والدين. الدين نفهم في الأركان الخمس اللي قريناهم في السنوات الأولى، هذوك نفهم فيهم نتبع فيهم. السياسة والله ما نعرفها كيفاش داخلة كيفاش هاد. اللي يهم الشعب ديالي، تهمنا احنا لا باز، اللي يهمنا شعبنا متفق مع بعضنا، شعبنا يد واحدة، شعبنا نحبوا بعضنا، كسوسوا هنا في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أو في ليبيا ولا واش نقول لك. هذا المهم، المهم هي المحبة عند الشعوب، الشعب ما من بشعب الآخر، وصا سي امبورتون. تبقى الأمور اللي تفوتني وتفوتك ما نقدرش نعبر عليها، ما عندي حتى اسمو عليها، لكن نتمنى ترجع الصفحة الأولى تاع المحبة، وهذيك تاع الأخوة وتاع تاع تاع الخوة أرجعها إن شاء الله. حياة المدرب كنعرفوها حياة صعيبة، أنت دابا تكلمتي أنك الحقيبة ديالك دائما خفيفة، أن المدرب معرض للإقالة أو الاستقالة أو تغيير الأجواء، فالمدرب أيضا يعيش بعيدا عن العائلة ديالو الصغيرة، كيفاش بنشيها كيعيش يعني الحياة ديالو بعيدا عن الأسرة ديالو؟ والله صعيب، صعيب بزاف، خاصة بعد الكونفينمون. أنا عندي راني في عامين وشي ما شفتش براتيك ما ولادي اللي في الجزائر. نقدر مشيت فرنسا دو فوا ولا شفت اللي يقراو اللي في فرنسا قاعدين، لكن اللي في الجزائر ما قدرتش نمشي من عامين كونفيني، ما قدرناش نمشيو. المهنه ديالي، شوف المهنه ديالي صعيبه لانها تتغير بين لحظه ولحظه، كما نقولوا لوفوري ولا ديبريم. هاك ربحت ماتش فرحان تغني والناس تغني عليك والدنيا، هاك خسرت ماتش تو ديبريمي، تدخل في القوقعة ديالك، تقعد في الدار ما تبانش يومين. هاك ربحت لا ديبريم لوفوري، لا ديبريم لوفوري هذا مشكل صحي للإنسان، من الفرح إلا لا ديبريم، من الفرح إلا لا ديبريم، مشكل عندنا مشاكل صحية. حنا رانا الناس تقول هادو المدربين راهم يربحوا الفلوس، وأنا نشريوهم دوارة، أنا شو أنا ما عنديش أسبوع مشيت لاتونسيون طالعة، مشيت عملت على إيزون سوسبكتي لي فان كورونير هذوك مغلو مسدودين، ولينا في فوالا الحمد لله جا خرجت كلش الحمد لله زوين. لكن هاي المعيشة تاع المدرب، لأن هذا الميتي هذا ميتي تحبه، هو ميتي ديالك. يعني انا دوكا بار اكزومبل، انا عمري دخلت بيرو ما نعرفش شنو بيرو، من صغري 7 سنين بديت دخلت لي تيرا، من بعد درت دي زيتود سوبيريور في سبور، يعني عندي باك بلس 7 في لا ميثودولوجي دونترينمون سبورتيف، من بعد لقيت روحي فوتبالور ديليت، جيتي اتليت ديليت في بلادي، من بعد لقيت روحي مدرب، ما دخلت غير في التيرا، قاعد غير في التيرا. هذا الشيء كامل يعني الايجابيات ديالو موجوده. تعال تمشي عالم اخر، انا كنت نخدم في تونس، كنت نخدم في النادي الافريقي رجعني مدرب واحد اخر بصراحه. بورتون كنت في الجزائر، كنت نخدم في مولودية تاع الجزائر، خدمت في الشباب الوزداد، ربحت بطولات في الجزائر، خدمت في لي كاتيجوري تاع لي زيكيب ناسيونال كاملين. لكن كي مشيت لتونس تغيرت الحياه ديالي، تغيرت بارابور لو كلوب افريكان بصراحه.
من بعد رجعت للجزائر سيليكسيون، ومن بعد زدت جيت المغرب زدت طورت، لكن لازم نخلص. جي بي هادشي، جي بي بصحتي، جي بي بولادي بعد عليا، عندي جروب في فرنسا، جروب في الجزائر، وتعرف الاولاد راهم كاين 30 سنه 27 سنه ماشي صغار، ويطلبوا مصاريف، وتعرف مصاريف كيفاش. نظن كان شي ولي في احدى التجارب هنا كانوا معك هنا وقراو هنا. كانوا هنا، كانوا كي كنت في طنجه، كانوا ولادي كانوا معايا في طنجه، وكان عندي ولد في كازا في يقرا في ليكول دو جنيف تاع توريزم، وكنا يعني كنا ايكيليبري. نهار نحاولني طنجه في نص العام، جيت اوبليجي باش نقعد مع ولادي، الور وليت قاعد مانيش خدام، ولادي يقراو باش يساليو. ها هو الانكونفينيون اللي كاين، هذا هو المشكل تاع المدرب اللي صرالو. الور نهار 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 ما تمشيلكش، والله تمشي ويحبوا ينحيوك او مع كل حاجه كيفاش، نهار ما تمشيلكش يلا وينفصل عليك الفريق، كيفاش دير لعائلتك؟ فوالا هاو البروبليم. انا كي كبروا ولادي دوك هم يديروا لي زيتيد سوبيريور، كل واحد راهو عايش على يعني نقدر نبقى هكذا يعني وحدي، مادام هم يقراوا ولادي اني خدام. نهار ولادي يسالوا يقراوا قالهم والله ما تزيدوا تشوفوني في السطات، والله ما نزيد ندخل السطات والله. تكلمتي على حياه صعبه كيعيشها المدرب، ولكن شنو هي اصعب اللحظات اللي كيعيشها المدرب؟ خساره يكتب عليك، نهار تخسر ما تقنعش، لانك انت يا المصير ديالك بين رجلين لاعبين، لان نهار الماتش نهار لا كومبيتيسيون المدرب يبقى يتمنى في البون دو توش، وشنو خدمتك نهار الماتش؟ تبقى توجه اللاعبين ديالك، لكن تتمنى تقول كون طلع، كون تاكلا، كون ضربها مليح، كون ضرب الاولى، كون تبقى هذا واش دير؟ تبقى مديبريمي. انت تحاول تي كوريج دي زامبريفو، انت تصلح حوايج اللي تحسهم حب يديرهم لونترينور الاخر اللي مقابلك، حب يدير لك اون بروبليماتيك مشكل، بدل دار دو شونجمون ولا بدل هكذا، انت تحاول تصلح باش ما تقولبش عندك 10 ثواني، تفوت 10 ثواني كليتها تسالي. اصعب حاجه في كره القدم هي الهزيمه. يعني الصعوبه هي فاش الحكم كيعلن على صفاره نهايه المقابله، ولا ملي كتمشي للمستودع الملابس وتلاقى مع لا دابا اصعب حاجه كيدير الحكم هكذا يعيط للفار تم تبدا تولد يبدا الانسان يولد الوقت اللي يعمل يدير ودنو هنايا يدير لهم هكذا يقول يا فتاح يا عرض الساق يا ربي، وتبقى تستنى حتى يمشي، ومن بعد لا جابك الى هذاك صارت لنا بليزير. ولات هذه صعيبه بور لي زونترينور، سا دوفيان تري تري سي سينيفيكاتيف كعمل، سي بيان كعمل، لكن بالنسبه للمدربين تري ديفيسيل طري ديفيسيل. هذاك الوقت هي ايجابيه ايجابيه سلبيه اكيد، تقدر هذاك تسجل لك ما تحسبش اكيد اكيد، لكن هذاك لو طو اللي تسناه اللي وقت اللي يهضروا معاه وقت يروح يشوف، هذاك اصعب يجي واحد 2 مينوت 1 مينوت ادمي 2 مينوت باش نقول لك طيح عليك السما. هذه هي اللحظه دابا اللي ولات صعيبه دابا ولات هذه هي صعيبه هذه هي اللي ولات. بالنسبه كنعرفوا انه بعد الهزيمه ان المدرب دائما عنده خطاب مع اللاعبين كيحاول يحافظ على المعنويات ديالهم، عمليه التحفيز النفسي والذهني، ولكن المدرب شو كيحفزه؟ صعيب. انا بالنسبه ليا انا ولادي فاهميني، نهار ولادي يشوفوني خسرت واحد ما يعيط لي بصراحه، راه لا تليفون ولا ميساج ولا هكذا، يخليوني ترونكيل، نجي ندخل لداري نشرب كاس حليب ونموت، حتى تجيبك الفطنه على 4 تاع الصباح تفكر بلي راك خسرت، من بعد تجيك على 5، ومن بعد تجيك هذا الشيء كامل. هو انا شيء نحكي فيه راه صحيح، يعني شيء تعتيره ماشي تاع كتابات ولا حاجه، هذا اللي صرا لي انا، اللي صرا اغلبيه المدربين اللي يحبوا خدمتهم واللي متفنين في العمل ديالهم صرا لهم هذا الشيء هذا. الور تدخل في لابيل ديالك تبدا تفكر علاش خسرت،
قال هو اللاعب غلط اوكي، فلان غلط اوكي، الحارس ما شدهاش اوكي، وانا يا وشنو البورسونتاج اللي غلطت فيه انا باش الفرقه تخسر؟ تولي تحاسب نفسك، كي تحاسب نفسك تلقى الامور ديالك، من بعد ترجع 24 ساعه ترجع لافي، لافي كونتينيو، تمشي تقول الحياه تستمر. هذه كره القدم، فوالا كره سي با اون سيونس اكزاكت. لو جور دو ماتش في لونترينمون سي اون سيونس اكزاكت. نعم سي با اون سيونس اكزاكت لو جور دو ماتش. يقول لك لو جور دو ماتش يا دو فورس كي سوبوز، و دو فورس يضربوا بيناتهم، واحد ديال واحد كذا، واحد دريبل احسن من الاخر، واحد. لكن في التمرين سي اون سيونس، الا ماهيش اون سيونس علاش لافاي دو ماتش ما ديرش ترافاي دو ميسكولاسيون؟ يا اخي بالي دير ترافاي دو ميسكولاسيون، او دير ان انترميتون لون، ولا دير كذا لافاي دو ماتش كي عاد ماشي اون سيونس. باسكو كل شيء، شوف كاين واحد المتاع اللاعبين، انت عندك لاعب وهذه كاع يضربوا منها، يعني المدربين دائما عندهم في راسهم. عندك ان جوار في لونترينمون يدير العجب، لي كونترول اورينتي، لي باس، لي تير، تقول كيفاش انا ما نلعبش واحد كيما هذا؟ نهار تلعبو يحبس يتبقى المخ ديالك، يبدي يربق يحبس المخك، تقول شكون دخلوا هذا؟ تقول انا ندخل واحد كيما هذا. تعرف علاش؟ لان هذا اللعاب هذا كل شيء في الراس، لان اللي اسمه ديالو توسكي ستريس توسكي، هو يحكم في الكونديسيون لو موسكل، فهمت؟ الكونديسيون لو موسكل، لو ميم جيست يديرو في لونترينمون، راهو في لونترينمون ما كان والو، يدير كونترول اورينتي بزاف، يدير كوت سيزو دنيا. نهار يكون الماتش الى هذيك لا بور دو نو با فير لو جيست، لا بور دو ليشيك، لا بور لا بور لا بور، هذه تخليه الكونديسيون لو موسكل، الموسكل ما يقدرش يدير على جال هذه اللي تلقى تقول هذا جوار تاع لونترينمون، هذا تقول هذا خاطئ، نهار الماتش اوفيسيال ما يجيبش. عندك واحد العلاقه خاصه مع بدو الزاكي، سر هذه العلاقه كيفاش بدات؟ والله ما احبها كنا تلاقينا بليزور، عندي ماشي غير بدو الزاكي، كاين بدو الزاكي خويا وطوسي خويا، طوسي تلاقينا في 98 لا كوب اراب دي ناسيون، هذه اللي راح تلعب وفي قطر، هو جايب المغرب ليكيب لي زيسبوار، وانا جيت بلي زيسبوار من الجزائر، وكعاو علينا الاخوه العرب، كعاو علينا وعلاش تجيبوا في يعني علاش ما تجيبوش ليكيب الاولى ديالكم، وفهمناهم قلنا لهم يا ولدي راه حنا عندنا لا كوب دافريك، كانت لي زيليميناتوار دو لا كوب دافريك، وفهمناهم في الوضع. خاوتي هادو خاوتي بصراحه، لاني سي دي كوليغ، وعندنا محبة خاصة لأنها صادقة، كي تكون محبة صادقة ما فيهاش بيع ما فيهاش شراء. لو كنت تلاقى بدو الزاكي بالأعناق، ونتلاقى الطوسي أو نتلاقى مدربين واحد أخرين بالأعناق، لأنها صادقة، وهذا الشيء اللي يخلي المحبة تطوال. هما بجوج مدربوا في الجزائر؟ ها؟ في زوج دربوا في الجزائر، في زوج دربوا ونجحوا في زوج، راه داروا الطوسي غير كيما مولودي، عيطوا لي قالوا لي شفنا الطوسي قبل ما يجي اسمه من تونس، اونترينور من تونس، بن يحيى خالد بن يحيى. تكلمت على اللحظات الصعبه اللي كيعيشها المدرب، وشنو هي اسعد اللحظات بطبيعه الحال اللي بطبيعه الحال كاين انتصار؟ اسعد اللحظات هي نهار الفريق ديالك يعاود اللي ديرتو في لونترينمون، تحس روحك بديت ترجع مدرب مزيان. نهار اللي ديرو في لونترينمون تشوفو في الماتش، ولو بورسونتاج صغير تشوفو في الماتش، لي بالاريتي مثلا، تشوف لي ترانزيسيون ديالك مثلا، تشوف لا ريكوبيراسيون دو بالون، لي ديفونسور، لو ريكول فرا، اذا تشوف 20-30% باللي تخدمو تشوفو في الماتش، انت اسعد انسان في الكره، يعني تحس روحك باللي
وصلت الافكار ديالك. المشكل تاع المدرب النهار يبقى يغيط هكذاك في السماء، ها هو المشكل. تخدم 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 تخدم، دير دابا لي زيكزارسيس، دير لي زيكزارسيس، دوك تروح الانترنت تفتح تلقى التمارين. بصح واش من علاه دير هذا اليوم؟ علاش ما ديروش غدا؟ علاش ديروا مع ليكيب هادي ماشي مع ليكيب هادي؟ علاش؟ ها ولا ديفيرونس اللي تروح تلقى تهز التمرين نتايا ديرو، تجي غدوه لونطريمون فرحان ديرو، انت فرحان بروحك، ما تشوف ما تزيدش تلاقى معاه حتى عام واحد اخر، ما تشوفش منو 10% في لونطريمون في الماتش. فوالا سي واش اللعاب يطبق لابليكاسيون تاع اللاعبين وينجحوا ان بورسونتاج في ان بورسونتاج 20-30% ينجحوا لك في لابليكاسيون، ولو ما تجوزش انت تحس باللي داروا مثلا داروا ان تريونغولاسيون ولا هكذا ان دو تخوا فلنا وما فاتتش، ولو ما تفوتش تحس انت خدمتها. قال والله الدراري راهم فاكرين فيها. هذا هو يعني لو بوان اللي يخليك قاعد تقعد تخدم مدرب. كي تحس هذا الشيء تبقى تقعد تامن، تقول حتى انا راني نطور. انا كنت نخلص باش نمشي ندير التكوين. انا كل مره دوك مثلا جديده راح يليموجيوني ياك نمشي شهر نقعد نحوس ان كلوب وين نمشي نشوف، غير نشوف. مشيت لينتر، مشيت بوكو دو كلوب في العالم عالميا، مشيت كنت نمشي بزاف لايطاليا، تلاقيت اريغو ساكي في كوب دي موند في 2010 افريقيا جنوب افريقيا، قعدت معاه شهر وحنا معاه، او كان معنا زاكي، كل صباح نديرو القهوه وين يقعد، نقول له مستر ها هو الكافي ديالك، ونقعد نحكي معاه بيان سور على الكره. ساكي راه ماشي بن شيخه، راه نقعد نحكي معاه، ولينا درنا صدقه، ولاو يعرضوني نمشي لكوفيرتشانو كل عام براتيكمون نمشي لكوفيرتشانو باش نشوف كيفاش كومونك سا سباس في ايطاليا شي كبير. بعيدا عن النتائج في كره القدم، شنو تعلمتي من مجال ديال التدريب، المستوى الانساني، المستوى الحياه؟ تعلمت تجيري لي سيتوياسيون، تتعلم تجيري مشاكل يوميه كمدرب تجيريها. عندك ان جروب قوي او عندك ان جروب ضعيف، عندك مشاكل في الفيستير، عندك كيفاش تتعامل مع لعاب غضب او دار حاجه، او تعامل مع لعاب ما جاش للتمرين، كيفاش تتعامل، كيفاش دير، كيفاش تو سا سي لو فيكو. تعيش كل حاجه تعيشها تتفكر، تقول انا واحد العام صارت لي هذه المشكله، صارت لي اسكو العام هذاك عندها 5 سنين ولا 6 سنين، اسكو مازال لا سوليسيون مازالت هي لا ميم ولا تغيرت دابا في 5 سنين؟ دابا تغيروا اللاعبين. ذكري الحاله اللي ممكن تحط بن الشيخه اللاعب يخرجوا من المجموعه ما يبقاش يعتمد عليه بشكل نهائي؟ اش نقول لك، خرجت بزاف لاعبين، راه خرجت خديعه، خرجت بزاف لاعبين، خرجتهم ما زادوش خدموا معايا، وكنا نحلف له ما يزيدش يخدم معايا، والله ما يزيد. خرجت قداش لاعبين هنا في جديده واحد العام، لا بريمير اني ديالي. نشوف اللاعب، نعرف بلي الخبزه ديالو، انا ندير له اون باريير ايماجينار ياك، نقول له شوف اوليدي هذا خط راهو وهمي، كنت تلحق ليه ضربك تريسيتي مثلا، ما يلزمش يلحق ليه، خليه او تماك، نعطي له الحريه تاع التفكير ديالو، نعطي له الحريه. انا نقول لهم اللاعبين في نهار التمرين، نقول لهم فكروا معايا، نبقاش انا نملي عليك. تتشاور مع اللعابه؟ بيان سور في التمرين، نقول لهم عندي اكزرسيس تاع ترانزيسيون دراري، نقول لهم فكروا معايا، يقدروا يعطوني دي زيدي هما. شنو واش المشكل؟ واش المشكل؟ علاش نحسب روحي ربان تاع الاخر؟ وعلاه؟ نقول لهم فكروا معايا، اون فافيغ سا اليوم، ريفليشيسي افيك مو، باش يخدم مخو اللاعب،
تلقى العاب يجي ليك يقول لك هذاك نمشي له انا او نخلي واحد اخر، تخليه يولي اللاعب بلا ما يشعر يولي خدام معك، شريك في القرار، يولي شريك في القرار. انت ما تخسر والو، غير لا تتعنى تحسب روحك مدرب كبير، تحسب روحك حاجه كبيره، راح تدخل في الحيط وحدك. ما عمره وقعت لك انه شي لاعب جا واجهك انه قال لك خطأتي في حقي مثلا وقال انه هو اللي على صواب وانت اللي على خطا؟ لا جامي لا بي جامي. كاين لاعبين، كاين لعاب، انا شوف انا بشويه اكسبيريونس اللي عندي كي ندخل الفيستير نسكانيه بعيني، نسكاني اللاعبين كاملين وبلا ما نشوف، راني قاعد جور دو ماتش مثلا راني قاعد في الفيستير نسكاني في اللاعبين كاملين، كل واحد كيفاش اللي نشوفو نعرف اللي كاعي، نعرف اللي راهو يتحرك لك في الفيستير كاش هكذا يحب يغرب يضيع التركيز، ولا نعرف اللي راهو كونسونتري، نعرف نعرف نعرف. انا حبيت حاجه اذا تكون ممكنه نحيدوا تليفون في الفيستير، هذه تفكيري انا ياك، ونحتار كون يقولها مورينو تجيهم الناس نورمال كي يقولها بالشيخ، دوك الناس كل تحب تفلسف. انا مادا بيا كون يتنحى التليفون في الفيستير. كاين واحد يقول لك انا اسمع القران ياك، واحد يسمع الغناء، واحد يسمع شاب خالد، واحد تكستي ما تعرف لمن ياك. انا قلت يتنحى، لان واش عندنا حنايا؟ عندنا 30 مينوت نحكيو فيها مع بعض، علاش ما يقعدوش لي جوار؟ قال اسمع انت ياكي تمشي على اليمين راني موراك، قال سير انا نكوفريك. هذا هو الديسكور اللي لازم يكون في الفيستير، ماشي الغناء او كل واحد واش يقول. ما تقوليش راه كاين دي جوار يصلوا غير نهار الماتش مثلا، كي تقول لي انا نسمع في القران، ماشي غير نهار الماتش الصلاه، الصلاه راهي كاين كل يوم خمس مرات، نهار يلحق الماتش يجيبوا الزرابه ويحطوا ماشي. يعني باش نمزح برك راه ماشي سي با فريمون. ممكن الشيخه ممكن نشوفوه مدرب في منتخب وطني، لما لا؟ انه كان تجربه قصيره مع منتخب الجزائري ويوم ما يرجع. وي والله راه شوف، جي السودان، جي دي زيكيب اللي ما بغيتش نخدم، كنت ديجا في المغرب ما بغيتش نمشي. شحال نقول لك صعيبه الخدمه سيليكسيون، صعيبه ماشي صعيبه، ما تخدمش سيليكسيوني ني ترافاي با، راهو عنده يجيوك لي تي سيليكسيون، عندك تي سيليكسيون لاعبين وتجيب لاعبين وتعطي المنهج ديالك. الا عندك دو بون جوار راك نجحت، ما عندكش دو بون جوار كطير في السماء. في هذا الاطار يعني كسؤالين اخيرين، تعليقك على يعني اداء المنتخب الجزائري وتاهله للدور الفاصل؟ اولا كان سون فوت، راهي قريب اولا شوف لونترينور ا تو شانجي، وهذا يحسب ليه لانه غير اللي كان ما يقدرش يتغير في الجزائر غيره، وبزاف حوايج ما كانش تقدر تغير وغيرها هو، سي تري امبورطون. يعني جمالي فيه ان ترافاي كبير كبير ونحييه على ذلك، والمصداقيه ديالو والمحبه ديالو لبلادو خلاتو دائما فوق الرؤوس، وهذا شيء مهم جدا، ربي يسهل له الامور. بالنسبه للعب، زاير عندها 33 ماتش ما خسرتش ياك، كنا نقدروا نخسروا مع البوركينا وما نمشوش للمونديال، يعني لوبجيكتيف تاع البرينسيبال كان كنا نخرجوا عليه، لكن جو بونس باللي جمال بنا اون ايكيب تري روبست وين بنا اون فامي، وصعيب باش اون فامي تشوف اللاعبين الاداء ديالهم، ولو ما يكونش اداء تقني كبير، شوف الاداء الجماعي الرجولي والاداء ما كانش، سيدي فناك، سيدي يعني لاعبين ما عندهمش المارش اريير. والمنتخب المغربي هو اكيد بيان سور، المنتخب المغربي تبعت كانت النتائج جد تكنيكمون، كانت النتائج جد كيش يقولوا إيجابية جد إيجابية، سيتي بيان. لونترينور حب يحوس على واحد التوليفة ومشى
وقعد بين 3 ديفونسور و 4 ديفونسور بقى يحوس. يدي جوار جدد اللي داخلين في المجموعه، لكن يدي ترافاي افير بصراحه، يدي ترافاي افير. ان شاء الله تجي خفيفه التيراج سور كي الجزائر كي المغرب كي تونس، ان شاء الله تجي خفيفه، لكن يدي ترافاي افير. كيفاش كتشوف بالنسبه للمنتخب المغربي غياب ديال زياش ونصير مزراوي؟ قرار ديال المدرب سي ليجيتيم. راه انا ما نشوف، انا جامي نجي ضد مدرب في كي يحيد لعاب، لكن نهار تحيد لعاب تقول له بوركوا دو لا شوز، الناس كل تسكت. انت يا ناخب، حنا الشعب المغربي مثلا نحبوا نعرفوا علاش زياش خرج، علاش نحيتو. تقول انت يا مثلا، تقول انا يا زياش ما عجبنيش في هاد الامور، هذا سي لو بلون تكنيك هاو هاو، سي لو بلون مونتال هاو هاو، طب سي بون. الناس كل ما تزيدش تحوس تفهم، ما تخليش لو دوت، يسانستال. علاش فلان وعلاش ماشي فلان؟ علاش دابا دوك تيلحق لي زيليميناتور ما كانش زياش، نلحقوا نهار نلحقوا التورنوا فينال الكوب دي موند ولا تعيطوا لزياش؟ وهذا تضيع وقت، ضيعنا قريب عامين قريب. يعني 5 منتخبات بعيدا عن حسابات القرعه اللي كترشحهم بين العشره المتاهلين للدور الاخير اللي ممكن يمثلوا افريقيا في كاس العالم 2022 بقطر. بالعاطفه كاين الجزائر وكاين تونس وكاين المغرب، ياك؟ من بعد تجي بون بور نظن ان الغانا ومصر. الى مصر ما تلاقيناش معاه. سي عبد الحق شكرا لك. الله يحفظك. نتمنى نجدوا بك اللقاء خير ان شاء الله. في الخير ان شاء الله. مرحبا.